هذا المطلب باعتقادي أنه تسليم أو مطالبة لتسليم إيرادات واعتراف بسلطة الميليشيا الحوثية في إطار خلخلة الحكومة الشرعية وسحب الأوراق الشرعية بيدها من خلال إدارة موارد الدولة. كانت هناك تنازلات وكنا نقول أنها تنازلات إنسانية، لكن إلى هنا ويكفي. أعتقد على المجلس القيادة الرئاسي أن يحترم إرادة الشعب اليمني وأن يحترم حقوقه وأن لا يتنازل وأن لا يستمر في سلسلة التنازلات. أعتقد أن تشغيل المطار واستخدام الجوازات وغيرها من الأوراق السيادية التي لا يمكن التنازل عنها، وقدم مجلس القيادة الرئاسي تنازلات كبيرة ونتحدث عنها باعتبارها تنازلات إنسانية ومن باب إحراج الميليشيا الحوثية وإحراقها من المجتمع الدولي، لكن أن يتم الحديث حول هذه النقطة أعتقد أنها خيانة وأنها استسلام وتسليم لإيرادات الدولة للميليشيا الحوثية. أنا في اعتقادي أن هناك رفض تام وأن هذا مجرد خيال، وأتمنى أن لا يكون موقف المجلس القيادة الرئاسي سلبي تجاه هذا الموضوع، كون هذا الطرح بلا شك مسنود من جهات كبيرة، وأعتقد أننا يجب أن نمضي في موقف القوة. مجلس القيادة الرئاسي اليوم لديه من عوامل القوة ما تكفي لفرض واقع جديد، لا الانحناء التام.